بعض الدول تحرص على انها يعني كتصنف المنتوجات ديالها الغذائيه او التراث ديالها المادي في اليونسكو. بما انك تعتبر المجهول يعني منتوج ديال المغرب خالص، لماذا لا يحرص المغرب على تسجيله في اليونسكو كتراث ديالو؟ بطبيعة الحال المغرب اظن انه خدموا في هذا الباب هذا وداروه اولا، بعدا داروا هذا ما يسمى بالمؤشرات الجغرافيه، سموه مؤشر جغرافي مجهل تافيلات اولا بعدا بانه باش يسجلوه بها ويحفظوه. ثانيا الان المجهول انتشر، ما بقاش المجهول الان ما بقاش منتشر حتى قليل، لان ملي كتناقش مع الناس قليل اللي تعرفوا بانه راه اصله مغربي، وهذا هو اللي حنا زعجنا واللي خلانا قلنا لازم تحركوا في هذا الباب هذا. قليل اللي تيقول لك، ما كيقول لك اسرائيلي، تيقولوا امريكي، تيقولوا الى اخره.